في زمن كورونا مواطن يقف أمام مسجد مدعيا أنه المهدي المنتظر. نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو لمواطن مصري يقف أمام أحد المساجد مدعيا أنه المهدي المنتظر، وذلك في إحدى المحافظات. أنا المهدي المنتظر في جلب نصر العرن، أخبر عني محمد رسول الله وقد بعثني الله رسولا إلى الدنيا كلها. أنا المهدي رسول الله عيسى بن مريم، أمرت أن أسلم فأسلمت لله رب العالمين. أنا المهدي، أملك الناس 7 سنين، فإن أنا مت قامت القيامة، فلا نبي ولا رسول بعدي. أنا المهدي، اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد. عزيزي مشاهد قناة أنوار بوست، ما رأيك في هذا التصرف؟ ننتظر آراءكم في التعاليق. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.